الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد من حصاد الأهلي. كابتن حسام البدري النهارده المدير الفني للنادي الأهلي خرج بتصريحات مهمة جدا عن المنتخب، استعدادات النادي الأهلي للقاء الاتحاد، وأيضا عن مواجهة النجم الساحلي. أبرز هذه التصريحات كان بيتحدث عن لعيبة النادي الأهلي اللي موجودة في المنتخب. خلاص منتخب مصر هيلاعب الكونغو يوم الأحد المقبل، إن شاء الله تكون فرحة كبيرة جدا لكل الجماهير المصرية ب يعني حصد بطاقة التأهل للمونديال، بغض النظر يعني على ما سيحدث في لقاء غانا وأوغندا. أتمنى إن غانا تعمل لنا يعني الفرحة وأي نتيجة إيجابية، تعادل أو مكسب على أوغندا، وإن شاء الله منتخبنا يفوز على الكونغو، هيبقى الأمور في مصلحة المنتخب المصري. كابتن حسام البدري اتكلم على لعيبة النادي الأهلي اللي في معسكر والمنتخب والمنتخب ككل، وإدى بعض النصائح لأن اللعيبة تبقى مركزة ولا تستهين بالخصم. دي في الحاجات المهمة جدا، خاصة إن المنتخبات اللي بصيغة الكونغو ممكن ما عندهاش ضغوط، فرقة بتبقى حابة إنها تعمل أي نتيجة قدام منتخب مصر. فكرة المنتخبات الأفريقية كلها بتبقى جاية تلعب مصر زي أي فريق في العالم رايح يلعب البرازيل أو رايح يلعب ألمانيا أو رايح يلعب الفرق الكبيرة. منتخب مصر في القارة الأفريقية له صيت كبير ما شاء الله، 7 أمم أفريقيا واثنين كأس عالم، دخلنا 2 كأس عالم، 1 في 34 1 في 90. فغير تسايد الأندية المصرية لبطولات أفريقيا على رأسها النادي الأهلي، فده كل هذه الامور بتصب ان الانديه المنتخبات الافريقيه بتبقى بالنسبه لها انها تعمل اي نتيجه امام منتخب مصر ده شيء يحصل في السي في، وده اللي حذر منه الكابتن حسام البدري من الاستهانه من الخصم الكونغولي. تحدث كابتن حسام البدري على استعداداته للقاء الاتحاد، وقال ان في ماتش ودي ان شاء الله يوم السبت هتستمتعوا بيه معانا فيه على شاشه قناه النادي الاهلي امام فريق اف سي مصر. وفي نفس السياق هيتم تجهيز اللعيبه اسلام محارب، اللعيبه اللي لم تشارك بصفه اساسيه، لاعب ميدو جابر، اللاعب عمرو بركات، ايمن اشرف، اللعيبه اللي دخلت جديد في اطار الفريق. وايضا تحدث الكابتن حسام اني بالنسبه لموضوع الغيابات هو عنده بديل جاهز لكل الغيابات. النادي الاهلي هيستأنف تمريناته اليوم، ابتدت كان تمريناته يوم الأربع ووصل يوم الخميس، وأيضا في الجمعة وليد أزارو وصل فجر الأمس إلى القاهرة إن شاء الله هيعود للتدريبات، والنادي الأهلي هيستمر في تدريباته ببرنامج بدني على فترتين. و 48 ساعة خدها راحة النجم وليد سليمان بعد الإصابة اللي جات له آلام الركبة، وإن شاء الله هيعود بإذن الله مع وليد أزارو لاستعدادات النادي الأهلي، عشان وليد طبعا كان في رحلة إلى المغرب. والمعد البدني كابتن أنيس الشعلالي كان عنده بعض الفقرات البدنية داخل التمرين، وأيضا عندهم كان في شغل على الكرات العرضية. أحمد رمضان بيكم وأحمد ياسر ريان الاثنين لعيبة الشباب كان عندهم فقرات استشفائية وبدنية هم كمان عشان يخشوا في سياق إطار قائمة النادي الأهلي. النادي الكابتن حسام البدري برضو بيفكر لمواجهة الاتحاد، الاتحاد أول مواجهات النادي الأهلي الرسمية إن شاء الله يوم الخميس المقبل، وهيبقى تاني لقاء في الدوري. كابتن حسام البدري حابب انه يكسب هذا اللقاء بدون شك، لان النادي الاهلي دائما بيلعب على الفوز. تعادل طلائع الجيش برضو بيدي الكابتن حسام البدري بعض الدوافع الاكبر لتحقيق نتيجه جيده جدا امام الاتحاد، وليس فقط الحصول على 3 نقاط، خاصه ان دي هتبقى من اخر البروفات قبل ما الكابتن حسام البدري والنادي الاهلي واجه النجم الساحلي في اياب دوري ابطال افريقيا في الدور نصف النهائي والتاخر بهدف في لقاء الذهاب. هشام محمد هيخش في اجواء الفريق، خاصه ان هو جبس كف يده، كان جاله اصابه في كسر في كف يده في لقاء النجم الساحلي وعمل كبيره على ايديه، وابتدت يخش في التدريبات. والدكتور هشام محمد، الدكتور خالد محمود قال ان هشام محمد هيبقى متواجد بشكل قوي في تمرينات الفريق واحده واحده، حتى من الوارد جدا ان يكون جاهز للقاء النجم الساحلي.
كان هشام عمل تمرينات في الجيمنيزيوم عشان يخش بشكل تدريجي داخل التدريبات الجماعية حتى يكون جاهز للقاء النجم الساحلي. وكابتن حسام بدري أسباب تصريحاته بأنه عنده بديل لأنه فعلا ما شاء الله عنده عمق في القائمة وكل مكان في لاعب واثنين يقدر يعوض غياب اللعيبة المصابة. عندك الحلول كبيرة داخل قائمة النادي الأهلي. كابتن حسام بدري حابب يجهز إسلام محارب، حابب يجهز أيمن أشرف زي ما قلت لحضراتكم، محمد هاني وارد ياخد أدوار في اللقاءات القادمة. عندك أيضا باسم علي ممكن يعود من مرة أخرى، عنده إصابات ولكن يعود إلى الأجواء. في إطار كتير جدا من اللعيبة اللي ممكن، أحمد حمودي من اللعيبة اللي تصنع فارق، كل هؤلاء في دماغ كابتن حسام بدري اللي قد يلجأ إلى سياسة التدوير في اللقاءات المقبلة عشان يكون ذاهب إلى لقاء النجم الساحلي بأكثر جاهزية فنية وبدنية للعيبة. اللعيبة اللي هتشارك في منتخب مصر هتبقى جاهزة من ناحية البدنية بشكل كبير، عشان كده كابتن حسام بدري بيعمل اللقاءات الودية عشان اللعيبة اللي ما بتشاركش بصفة أساسية. وأيضا في لعيبة غير مقيدة إفريقيا وده بيبقى ضغط على كابتن حسام بدري في افريقيا، هو ما عندوش غير القائمه المقيده في افريقيا، ولكن في الدوري العام في اطار المباريات بيقدر يستعين باي لاعب في قائمه النادي الاهلي. والنادي الاهلي عنده عمق ما شاء الله في القائمه وكل الاماكن ليها البدائل الجاهزه، لان النادي الاهلي ما شاء الله ما فيش لعيب اساسي وما فيش لعيب بديل، الكل جاهز للمشاركه. هروح لاخبار منتخبنا الوطني، وزي ما قلت لحضراتكم النهارده مصطفى فتحي وعبد الله السعيد خلاص بره قائمه المنتخب في لقاء الكونغو، وعوده كهربا وحسام عاشور للتدريبات الجماعيه. الخبر الاولاني موضوع عبد الله السعيد تحدثنا فيه كثيرا، والقصه ان عبد الله جاله شد في لقاء النجم الساحلي ولم يجري النادي الاهلي اشاعه انه كان في تونس وخلاص المباراه انتهت وكان يجب عليه العوده الى القاهره، رجع القاهره انضم للمنتخب فتم عمل الاشاعه الاولانيه والمبدئيه في المنتخب المصري. الاشاعه الاولانيه ما قالتش ان في مزق ودي حاجه من الحاجات المبشره، ولكن مدى الشد بقى ده اللي عشان كده كل يوم كان عبد الله بيتم اجراء له فحوصات وتستات عشان يشوفوا مدى معدل الاستشفاء بتاعه عشان حتى يكون هل هيبقى جاهز للقاء الكونغو ولا لا. ده اللي كان في اطار طبعا ذهن المدير الفني هيكتور كوبر والجهاز الفني والطبي معاه في منتخب مصر. ولكن في الاخير النهارده طلع تصريح بان عبد الله السعيد مش هيبقى جاهز لمواجهه الكونغو، ولكن ان شاء الله يكون جاهز للقاء النجم الساحلي. ايضا مصطفى فتحي تجددت اصابته اليوم وهيبقى خارج الاطار الفني لقائمه منتخب مصر امام الكونغو، ولكن كهربا في تصريح مهم قال ان هو جاهز للمشاركه وهيشارك وهو جاهز بنسبه 100% ومش هيتحمل على نفسه لانه هو جاهز والموقف الطبي بقى على ما يرام، وشارك النهارده في التدريبات الجماعيه. ايضا بشرة خير بالنسبه للمنتخب وبالنسبه للنادي الاهلي، ايضا حسام عاشور دخوله للتدريبات الجماعيه بعد يعني استشفائه من الاصابه في جزع في اربطه الركبه. طبعا كل لاعبتنا بنتمنى لهم السلامه، واعتقد ان المدير الفني ايضا عنده صالح جمعه وعنده من اللعيبه، ولكن صالح هو الابرز لتعويض مكان عبد الله السعيد كلاعب رقم 10 او صانع الالعاب. نفس الشيء بالنسبه للنادي الاهلي، ايضا صالح جمعه من الادوار الابرز، لكن يعني في ماتش الاتحاد ممكن عبد الله ما يشاركش في حاله ان هو مش جاهز بنسبه 100%، ولكن في حاله جاهزيته هيشارك بصفه طبيعيه كما كان يحدث مع النادي الاهلي. كهربا تعافيه من الاصابه هيبتدي يحط مستر كوبر، هل هو بقى هيدفع بكهربا كالعاده كراس حربه ولا هيفضل اللعب بعمر جمال؟ هل هيدي كهربا دور لاعب رقم 10 من اللعيبه اللي عندها حلول فرديه كبيره جدا وعنده سرعه وعنده مهاره؟
ولكن هو في موضوع صناعه اللعبه كلعيب قصير. الكهرباء مش لعيب قصير، الكهرباء لعيب من اللعيبه اللي تشتغل امام منطقه الجزاء، يحتفظ لك جون، يعرف يعمل وان تو، يعرف يلعب طرف، يعرف يلعب راس حربة لان امكانياته البدنيه تؤهله. ولكن هنشوف هل هيكتور كوبر المدير الفني اللي يظهر في الكادر الان وهو والجهاز المعاون معاه كيف سيتعامل مع تشكيله المنتخب الوطني امام الكونغو باذن الله. ان شاء الله التوفيق يكون محالف منتخب مصر، ويا رب مصر تكسب الكونغو وغانا تعمل لنا حاجه مع اوغندا. منتخب الشباب، هروح بقى من المنتخب الاول لكره القدم الى منتخب الشباب مواليد 99 اللي بيدربه الكابتن حماده صدقي، بيتفوق على العمان واحد بهدف مقابل لا شيء، احرز الهدف محمد كارم لاعب منتخب مصر في اطار الدوره عمان الدوليه الوديه للمنتخبات الشباب. ودي حاجه صراحه كويسه، المنتخبات الشباب بيبقى محتاجه ماتشات كتير، بيبقى محتاجه احتكاك كبير، اللعيبه بتبقى محتاجه خبرات لانك بتلعب مدارس مختلفه، سواء في افريقيا بتلعب مدارس شمال افريقيا، تونس، الجزائر، والمغرب، وليبيا، عندك دول غرب افريقيا والدول القويه، غانا، الكاميرون، ساحل العجوه، نيجيريا، عندك جنوب افريقيا، كل هذه مدارس مختلفه، بالاضافه ان ربنا كرمك وتاهلت على المستوى الاقليمي هتبتدي تلعب منتخبات من اسيا ومنتخبات من امريكا الجنوبيه ومنتخبات من اوروبا، فالماتشات الوديه او الماتشات الاعداديه الكتير لمنتخبات الشباب بتبقى حاجه ايجابيه بشكل كبير جدا. اللعيبه بتبقى صغيره محتاجه خبرات، تتعود على جو المعسكرات، تتعود على طرق اللعب، لان كل مباراه امام فرقه بيبقى طريقه واسلوبه وفلسفه لعبها بيبقى مختلف. لما في السن الصغير لما تيجي تتفاجأ ده في الملعب بيبقى مختلف، وانت لعيب كبير، لما بيبقى لعيب كبير بتبقى لافف اكتر، عندك خبرات اكتر، واجهت اغلب المدارس اللي موجوده، ولكن لاعب المنتخبات الصغير بيبقى محتاج ماتشات وديه كتير جدا عشان في الاخر تكون خير اعداد وفي النهايه تاخد المستوى المنشود انك تتاهل لكاس العالم الشباب او تاخد بطوله افريقيا للشباب. كل التوفيق لكل منتخباتنا الوطنيه. النهارده كان في لقاء مهم جدا، مهم جدا لكل العرب، ومواجهه المنتخب السوري امام المنتخب الاسترالي، المباراه اللي اقيمت في ماليزيا كارض لسوريا في اطار الملحق تصفيات اسيا، واللي هيكسب منه هيلاعب برضو امريكا الجنوبيه في ملحق عشان يتاهل لكاس العالم. صراحه المنتخب السوري هو الحاجه الوحيده اللي وحدت الشعب السوري، المنتخب السوري إذا كان تم هذا اللقاء في أي دولة عربية داخل قارة آسيا كان من الممكن أن المنتخب السوري يحقق نتيجة إيجابية أكثر من التعادل وهو الفوز. المنتخب السوري وحد شعب سوريا، كل الدول العربية مداعمة للمنتخب السوري لأن إحنا حاسين بمعاناة الشعب السوري الشقيق، معاناة الحرب، وبيدونا درس، درس في الكفاح، درس في العزيمة. اللعيبه حاسه قد ايه هم بيقدموا رساله لشعوب العالم ان سوريا لسه موجوده والسوريين لازالوا احياء، وده حتى اللي بيشوفوا فيه تفاعل، تفاعل كل جمهور جماهير المصريه كلها. النهارده كانت قاعده اللقاء اقيم في الظهيره، كان كلها قاعده في القهاوي وبتتابع، كله عايز يتابع منتخب سوريا عشان يتفرج على نجوم سوريا وسوريا هتعمل ايه امام استراليا. منتخب استراليا من المنتخبات القويه جدا اللي كانت يعني بتشارك في تصفيات اوكيانوسيا، ولكن تم دخولها الى اسيا واضافه قويه لان هم عندهم الفلسفه الانجليزيه في التعامل، لاعبتهم على اغلب في الاغلب بيبقوا محترفين في الدوريات الاوروبيه وخاصه الدوري الانجليزي بصفه كبيره جدا، فعندهم مستوى الكره مستوى مش سيء، مستوى مرتفع، وهم من ساعه ما راحوا اسيا برضو بيمثلوا القاره الاسيويه سواء خدوا كاس امم اسيا او بيخشوا لكاس العالم. خليني اقول لحضراتكم ان الهدف منتخب استراليا سجله روبي كروس في الدقيقه 40،
وتعادل لمنتخب سوريا في الدقيقة 85 اللاعب طبعا مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة، وهيلعبوا يوم الثلاثاء المقبل في أستراليا في جولة الإياب. عمر السومة بعد اللقاء قال نشكر الجمهور اللي ساندنا وجات من كل مكان، راحت ماليزيا، جماهير سوريا راحت ماليزيا عشان منتخب سوريا بيمثلها، بيديهم تعبير على وجود الوطن، وقال ان هم ما كانوش كويسين في الشوط الاول لكن اتحسنوا في الشوط الثاني، وقال عن ماتش الاياب اللي هيتلعب في سيدني طبعا في استراليا، نعرف ان المباراه هتكون صعبه لكن ما عندناش مستحيل، وكره القدم ما عندهاش مستحيل، وده الصراحه كل الدعم والامنيات. سوريا تتحدى المستحيل في مواجهه استراليا، اعتقد ان الحافز الكبير والحافز المعنوي زي ما هم تأهلوا اصلا للملحق، يا رب ينصرهم في مواجهه الاياب امام المنتخب الاسترالي، وتبقى مفاجاه كبيره جدا ان كل خطوه بتاخدها سوريا في التصفيات هو يعتبر اعجاز يحسب للشعب السوري. هروح من تصفيات اسيا هروح لتصفيات امريكا الجنوبيه. خلاص البرازيل اتاهلت وضمنت التاهل لمونديال القادم في روسيا 2018، ونتكلم بقى على ما بعد البرازيل. البرازيل عندها 37 نقطه واتعادلت مع بوليفيا، فخلاص وصلت ل 38 نقطه وهي كده كده ضمن التاهل، ولكن بعديها عندها اورجواي 27 نقطة، كولومبيا 26 نقطة، وبيرو والأرجنتين في المركز الرابع والخامس 24 نقطة ولكن فارق الأهداف، وتشيلي 23 نقطة، وباراجواي 21 نقطة. لسه في مواجهات، هذه هي المواجهات صراحة وضع منتخب الأرجنتين في موقف صعب للغاية. الأورجواي عندها فنزويلا، والأورجواي عندها 27 نقطة، ولو كسبت هتبقى 30 وهتبقى سابقة الأرجنتين بفارق من النقاط. أيضا نفس الشيء بالنسبة لكولومبيا عندها 26 نقطة، ولو كسبت برضو هتفرق. بيرو والأرجنتين اللي هيلعبوا بعض في الأرجنتين، ملعب البومبونيرا ملعب الشهير لنادي بوكا جونيورز، النادي اللي طلع لنا مارادونا ولكن ما طلعش ميسي، ميسي كان طالع من نادي اسمه أولد بويز، ولكن منتخب الارجنتين بنجوم الكبار على راسهم ميسي ودي دي ماريا ودي لوكاس بيليا واوتاماندي اللي ظاهرين لحضراتكم في الصوره، اضافه الى ايجوايين واجويرو اللي بيضحك وفي ابتسامات داخل منتخب الارجنتين، اضافه الى ديبالا. يعني منتخب الارجنتين طول عمره فيه لعيبه كبار جدا، ولكن المحصله ايه؟ هم اثنين كاس عالم، واحد 78 في الارجنتين كامبس، و 86 اللي اقيمت في المكسيك وديجو ارماندو مارادونا. غير كده الارجنتين وصلت لنهائي كاس عالم 90، مارادونا كانش لسه اعتزل، خسرت امام المانيا بهدف مقابل لا شيء، ايضا نفس الشيء ب 2010 وخسرت امام المانيا بهدف مقابل لا شيء، ولكن على المستوى حتى الاقليمي في كوبا امريكا بقالها كتير ما فازتش، على المستوى الدوري لا تفوز بكاس العالم، وكل دي ضغوط على اللاعب ميسي. الارجنتين مواجهه صعبه جدا امام بيرو، منتخب بيرو من الفرق خلاص حتى امريكا الجنوبيه ما بقاش فيها فرق سهله. منتخب الاورجواي دلوقتي عنده سواريز وكافاني في خط هجوم على اعلى مستوى، اثنين من احسن فروده العالم. منتخب تشيلي واحد من اكبر المنتخبات دلوقتي، وكسب اثنين كوبا امريكا والاثنين كسبهم من الارجنتين، وراحوا واخدين مدرب بتاع تشيلي اللي هو سان باولي هو اللي بيدرب الارجنتين الان. هنشوف المواجهات هتصفر ايه، والارجنتين تحتاج الى الفوز على بيرو حتى تتبقى الامال في انك تشوف ميسي في كاس العالم المقبل. كمل مع حضراتكم في تصفيات كل بقى القارات لكأس العالم، ولكن هروح هذه المرة إلى القارة الأوروبية. القارة الأوروبية يعني هنتكلم على ألمانيا، يعني هنتكلم على إنجلترا، يعني هنتكلم على المنتخبات قوية جدا. هبتدي الأول بألمانيا. ألمانيا تتأهل أيضا إلى مونديال روسيا 2018 بعد فوزها على أيرلندا الشمالية بثلاث أهداف مقابل هدف. الأحرز الأهداف
سباستيان رودي لاعب بايرن ميونخ وفاجنر وكيميتش ايضا بايرن ميونخ في الدقيقه 2 دقيقه 21 والدقيقه 86 وايرلندا الشماليه الوحيد احرزه جوس ماجنس في الدقيقه الاخيره كده المانيا هي المانيا. خلينا برضو نبقى واقعيين، الطريقه الالمانيه اللي بتدور بيها الكره الالمانيه كفايه ان هم غيروا السيستم بتاعهم من ان العجرفه والتكبر الالماني، راحوا ولقوا ان مستوى الكره الالمانيه مستوى المواهب في بدايه الالفينات مش هو اللي حقق لهم النتائج اللي هم منتظرينها، ان هم دايما بينافسوا. المانيا واخده 4 كاس عالم وهي بطله اخر كاس عالم في البرازيل، وفازت على البرازيل ب7 اهداف، وفازت على الارجنتين، وفازت على فرنسا، وفازت على البرتغال، يعني واجهت اقوى المنتخبات. مشوار كان صعب جدا للمنتخب الالماني ولكن تخطاه، وحتى المنتخب الجزائري كان معقرب معاهم ولكن فازوا على كل الخصوم. منتخب المانيا عامل استراتيجيه بيسيطر فيها على كل البطولات، وهو بطل كاس القارات بالفريق الثاني، بطل بطولة أوروبا للشباب، يعني سيطرة كبيرة جدا للكرة الألمانية، ووضع طبيعي أن هم يكونوا موجودين في كأس العالم. نفس المجموعة منتخب النرويج كسب سان مارينو بثمان أهداف مقابل لا شيء، وتشيك فازت على أذربيجان بهدفين مقابل هدف، ودلوقتي أيرلندا الشمالية بقى عندها 19 نقطة في المركز الثاني والمركز الأول منتخب الألماني، وكده للمرة ال19 ألمانيا بتشارك في كأس العالم. خلينا نروح أيضا إنجلترا بتعمل المعادلة إن هي توصل لكأس العالم، ولكن ماذا بعد كأس العالم؟ ده السؤال اللي في كل الجماهير في العالم، لأن منتخب إنجلترا على مدار تاريخه بيبقى كله نجوم، ودلوقتي الدوري الإنجليزي الأكثر متابعة في العالم. الدوري الإنجليزي فيه هالة كبيرة جدا إن إحنا عندنا أقوى دوري، عندنا أقوى لعيبة، ولكن الدوري الإنجليزي أصبح قوي بالأجانب، يعني كل الفرق القوية هي قوامها الاستراتيجي من الأجانب، ولكن في مواهب جديدة. عندك هاري كين المهاجم الفذ، هما كسبوا سلوفينيا 1 مقابل شيء، أحرز الهدف في الدقيقة 94 اللاعب هاري كين اللي كان لابس شورت الكابتن. عندهم جاري ثاوثجيت مدافع صلب، كان لاعب في ميدلسبرا ولاعب في العديد من الأندية، وهاري كين تم تعيينه ككابتن لفريق إنجلترا بعد اعتزال الدوري للأسطورة وين روني. وفوز كان مهم جدا بالنسبة لمنتخب إنجلترا، وصل ل 23 نقطة وفارق الست نقاط عن اسكتلندا، وده ديربي لوحده، يعني كل ماتشات انجلترا حاجه وماتشاتهم مع اسكتلندا حاجه ثانيه خالص، ولكن هم بعدوا بست نقاط وخلاص ما بقاش في ماتشات للتعويض. وسلوفاكيا في المركز الثالث عند 15 نقطه، وكده اسكتلندا لازم تكسب الماتشين اللي جايين عشان تضمن انها ممكن تلعب على افضل تواني. ده افضل ما جاء في اليوم من تصفيات كاس العالم للمنتخبات. انجلترا ذهبت الى كاس العالم، ولكن ماذا بعد كاس العالم لنجوم انجلترا وهاري كين؟ ده كان اخر كلامنا عن تصفيات كاس العالم. بكده نكون خلصنا اخبارنا، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.